بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستأنف مع كتاب ديال لي كومبوندر. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لو فوياج أون باطو. لو فوياج أون باطو، السفر في السفينة. ميشيل أن جون غارسون دو مارساي فو فوياجي. إيل سو كاش دون زان باطو بوندون لا ترافيرسي. Un marin le découvre et le conduit dans la cabine du capitaine. Eden Michel, un jeune garçon de Marseille. Eden Michel, on a un طفل صغير de Marseille. من مدينة مارسي veut voyager. هو يريد السفر. طبعا لو veut voyager فعل سفر. يعني هنا عندنا لو veut vouloir. veut يعني أرادة. ميشيل أن جون غاسون دو مارسي. إذن ميشيل هو طفل صغير من مدينة مارسي. طبعا الفرنسية فو فوياجي يريد السفر. إيل سو كاش دون زان باطو. إذن هو يختبئ في سفينة. إيل سو كاش، طبعا عندنا هنا لو فيرب سو كاشي. إيل سو كاش دون زان باطو، هو يختبئ في سفينة، يعني أنه تخفى في واحد الباطو. بوندون لا ترافيرسي، يعني أثناء العبور. أن ماغان لو ديكوفر، بحري لو ديكوفر، أنه يكتشفه. رغم أن الطفل اختبأ، إلى أن البحري اكتشفه. أن ماغان لو ديكوفر، طبعا عندنا لو فيرب ديكوفغيغ، يعني فعل اكتشف. لو فيرب ديكوفغيغ، فعل اكتشف. إي لو كوندوي، ثم أنه قاده. عندنا لو فيرب كوندوير، كوندوير اون فواتور، يعني أنك تسوق السيارة. إي لو كوندوي، ثم قاده دون لا كابين، وسط القمرة كما نقول، وسط القمرة أو وسط مكتب صغير إلى غير ذلك. إذا نقول لا كابين، إي لو كوندوي دون لا كابين دو كابيتان، ثم قاده إلى داخل قمرة قائد السفينة. إي لو كوندوي دون لا كابين دو كابيتان، ثم قاده إلى داخل قمرة قائد السفينة. لو ماتلو سورتي، رجل بحري. لو ماتلو سورتي، الرجل البحري. خرج لو فيو دو سافوا سيش. الرجل الكبير. طبعا لو فيو نتكلم عن شخص كبير السن كما نلاحظ في الصورة. لو فيو دو سافوا سيش، من صوته الجاف. إذا طبعا نتكلم عن الرجل الكبير كما نرى هنا، الرجل الكبير الذي نرى في الصورة. من صوته الجاف، دو سافوا، طبعا لافوا يعني الصوت. دو سافوا، من صوته سيش. طبعا نقول عن شيء بأنه سيش، يعني أنه جاف. لو فيو دو سافوا سيش، إذا الرجل الكبير من صوته الجاف. سادغيسا أميشيل، لو ماتلو سورتي، لو فيو دو سافوا سيش سادغيسا أميشيل. كي تا إيدي أمونت أبور؟ بيرسون، ريبوندي ميشيل لا فوا ترومبلونت. أبيل موا كوموندون. بيرسون كوموندون. بوركوا إيتو أمون بور؟ إي بيان ريبون. أو كونتي علي؟ أو ماروك كوموندون. لو ماتلو سورتي، طبعا لو ماتلو المقصود بها الرجل البحري. سورتي أنه خرج. الرجل البحري خرج. لو فيو دو سافوا سيش، الرجل الكبير من صوته الجاف. طبعا نتكلم عن لو فيو، يعني رجل كبير كما نقول شيخ. لو فيو دو سافوا سيش، الرجل الكبير في السن. دو سافوا سيش، من صوته الجاف. إذا هو يتكلم، كما نقول في صوته بحة، كما لو أن هذا الصوت جاف. دو سافوا سيش سادغيسا أ ميشيل، إذا هو يتوجه إلى ميشيل الطفل الصغير. كي تا إيدي أمونتي أبوغ؟ إذا كي تا إيدي، من الذي ساعدك؟ من الذي ساعدك؟ جاء إيدي
أنا ساعدت. Tu as aidé. أنت ساعدت. Il a aidé. Il a aidé. هو ساعد. ولكن هنا عندنا سؤال. هذيك إيل غنعوضوها بهاد كي. كي أدي من الذي ساعد؟ كي تا أدي من الذي ساعدك؟ كي لا أدي من الذي ساعده؟ كي تا أدي من الذي ساعدك؟ أمونتي للصعود. كي تا أدي أمونتي من الذي ساعدك في الصعود؟ أبور أبور الصعود إلى السفينة. كلمة لوبور المقصود بها الجانب. نتكلم عن الخط الذي يحد مساحة. نتكلم عن مساحة كهذه، ثم نتكلم عن الخط الذي يحد هذه المساحة يسمى لوبور. كلمة لوبور تعني الخط الذي يحد مساحة. إذا نتكلم عن الحافة التي تحد مساحة ما. وممكن نتكلم أيضا عن هذه المساحة المحدودة بهذا الخط، ممكن نسمى لوبور. كما في حالة مثلا السفينة نتكلم عن جانب السفينة، وممكن نقصد بها أيضا السفينة. عندما نطرح السؤال دو كيل بور، دو كيل بور فيا لو فون، إذا من أي جهة في السفينة يأتي الريح؟ دو كيل بور، إذا من أي جانب من السفينة يأتي الريح؟ نطرح السؤال مثلا، إذا نطرح السؤال نريد أن نعرف من أي جهة يأتي الريح بالنسبة للسفينة. عندما سأل لو كابيتان، عندما سأل الطفل قال له كي تا ادا مونتي ابور، المقصود هنا من الذي ساعدك على الصعود للسفينة؟ بيرسون، قال له بيرسون لا أحد. ريبوندي ميشيل لا فوا ترومبلونت، لا فوا ترومبلونت، لا فوا ترومبلونت، الصوت، الصوت مرتجف. تكلمنا فيما سبق عن لو فيرب ترومبلي، ترومبلي يعني فعل ارتجف. لا فوا ترومبلونت، الصوت مرتجف. بيرسون كي تا ايدي مونتي ابور، من الذي ساعدك على الصعود للسفينه؟ بيرسون ريبوندي ميشيل، لا احد يجيب ميشيل. ريبوندي طبعا عندنا لو فيرب ريبوندر بصرف في لو باسي سامبل. لا فوا ترومبلونت، اذا هو يجيب والصوت مرتجف. ماذا قال له هذا الرجل البحري؟ أبل موا كوموندون، يعني قل لي كوموندون، لا تقول بيرسون وتسمت، لا تقول بيرسون هكذا. أبل موا كوموندون يعني سميني كوموندون، يجب أن تحترمني. كما هو يقول له يجب أن تحترمني، إذن أبل موا كوموندون. فقال له، فبدل أن يقول ميشيل، بدل أن يجيب بيرسون لا أحد، قال له بيرسون كوموندون، بيرسون كوموندون، يعني لا أحد ساعدني من كوموندون. كما نقول، كما نقول رئيسي، نتكلم هنا عن رئيس السفينة، إذا نتكلم هنا عن قائد السفينة كوموندون. بوكوا إيتو أمون بور، بوكوا إيتو أمون بور، لماذا أنت في سفينتي أمون بور؟ فبدل أن يقول له أو بور دو مون باتو، إذن هو قال له أمون بور. بوركي تو أمون بور، لماذا أنت في سفينتي؟ إي بيان ريبون، جيد أجب. أو كونتي علي، أو كونتي علي، أين كنت تحسب الذهاب؟ المقصود أين كنت تنوي الذهاب؟ فين كنت باغي تمشي؟ طبعا هنا تنتكلمو على لو فيرب كونتي، يعني كما نقول فعل عدة. أنت كنت تعد، أنت كنت تحسب حسابا لتذهب إلى مكان معين، كما لو أنك تحسب حساب ما في الرياضيات كما نقول. إذن أو كنت علي، أين كنت تنوي الذهاب؟ بوركوا إيتو أمون بور؟ إي بيان ريبون، جيد أجب. طبعا عندنا الفيرب ريبوندر، عندنا لو فيرب ريبوندر تصرف الامر ريبون، اذا هو يعطي امر للجواب. ريبون اجيب. او كونتي علي، اين كنت تنوي الذهاب؟ طبعا هنا ما عندناش اين كنت تنوي الذهاب، عندنا اين كنت تحسب
أين كنت تحسب الذهب؟ أين كنت تحسب وتعد حسابا ما؟ يعني كأنك تقوم بعملية حسابية لتذهب إلى مكان معين. طبعا أنك ترتب هذه الأمور في عقلك، في فهمك، ترتبها حتى تصل إلى غاية معينة. أو كنت علي، أين كنت تنوي الذهاب؟ أو ماروك كوموندون، أو ماروك كوموندون. إذن كما نلاحظ، منذ أن طلب منه أن يسميه كوموندون، في كل جواب يقول بيرسون كوموندون، أو ماروك كوموندون. ثم قال له وي وصا، أنت ترى هذا؟ أو ماروك؟ إلى المغرب؟ روغارد موا دون لي زيو. إذن طبعا الطفل كان يحني رأسه، إذن فقال له روغارد موا دون لي زيو، انظرني في العينين، المقصود شوف فيا، انظر إلي في عيني. بون بون اي توت لا فيغيتي كومبري. قال له بون جيد اي توت لا فيغيتي كومبري. قال له كل الحقيقة، المقصود أنك تقول لي كل الحقيقة، لا تخفي عني شيئا. كومبري مفهوم. عندنا لو فيرب كومبخوندر هنا كومبري، طبعا هنا استعملنا فقط لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل. كما لو قال له سي كومبري هو مفهوم، سي كومبري هو مفهوم. إذا قال له كومبري ويوسا ويوسا، أنت ترى هذا؟ أنت ترى بأنك تريد الذهاب إلى المغرب؟ إذا قال له أو ماروك ويوسا أو ماروك، روغارد مو دون لي زيو، روغارد مو دون لي زيو، بون إي توت لا فيغيتي كومبري، أنت ترى هذا؟ إلى المغرب؟ انظرني في العينين، انظر إلى عيني. بون جيد اي توت لا فيغيتي وكل الحقيقة، كومبري مفهوم. وي بوسا او ماروك روغارد موا دون لي زيو، بون اي توت لا فيغيتي كومبري. وي كوموندون، وي كوموندون، نعم سيدي كما يقول له. وي كوموندون، نعم قائدي. الوغ بور كومونسي، إذا لنبدأ، بور كومونسي لنبدأ. إذا الآن بعدما تفاهمنا على ما يجب أن يكون، طرح عليه أسئلة، قال له انظر إلي في عيني، ثم قال له أن تقول لي كل الحقيقة. إذا الآن alors pour commencer، إذا لنبدأ، من أجل البدء، من أجل البدء. إذا باش نبدأو alors pour commencer، pourquoi as-tu abandonné ta famille؟ إذا باش نبدأو، لكي نبدأ سنبدأ بهذا السؤال، pourquoi as-tu abandonné ta famille؟ لماذا أنت تركت عائلتك؟ pourquoi as-tu abandonné ta famille؟ pourquoi as-tu abandonné ta famille؟ لماذا أنت تركت عائلتك؟ لماذا أنت هاجرت عائلتك؟ لو فيرب abandonné كما نلاحظ مصرف في الباسي كومبوزي، في الباسي كومبوزي. j'ai abandonné أنا تركت، j'ai abandonné la ville أنا تركت المدينة. tu as abandonné أنت تركت، tu as abandonné ta famille أنت هاجرت عائلتك. alors pour commencer pourquoi as-tu abandonné ta famille، لماذا أنت تركت عائلتك؟ j'en ai plus de famille commandant، j'en ai plus de famille commandant، أنا لم تعد لي عائلة commandant. plus du tout بالمرة ولا شيء، plus du tout ليست لك عائلة بالمرة، plus du tout. En France, non, commandant. En France, non, commandant. Plus du tout. يعني في فرنسا، لا. في فرنسا، لا. Commandant. Plus du tout. ولا شيء قبل مرة. D'où viens-tu؟ من أين جئت؟ إذا لم تكن لك عائلة بفرنسا، D'où viens-tu؟ من أين أتيت؟ Comment vivais-tu à terre؟ Comment vivais-tu à terre؟ Comment vivais-tu à terre؟ كيف كنت تعيش على الأرض؟ طبعا عندنا لو فيغ فيفغ مصرف في لامبارفي، لامبارفي تفيد استمرارية في الفعل في الماضي. إذن كومون فيفي تو أتيغ، كيف أنت كنت تعيش على الأرض؟ تو ترافاي، تو ترافاي، أنت كنت تعمل. طبعا عندنا لو فيغ ترافاي بنفس الطريقة مصرف في لامبارفي. إذن قال له الطفل وي كوموندون، نعم كوموندون. جو ميتي لوي، جو ميتي لوي، لو فيرب لوي فعل اكترى، جو ميتي لوي
يعني أنا كنت مقترة. أنا كنت مقترة يعني كان شي واحد كاريني. ما أنا كاريني يعني أنه يدير معاه واحد المدة معينة يعمل معاه. جو ميطي لوي دون زون فارم. أنا كنت مقترة في مزرعة. مزارع ما كان يكتريني لأعمل معه في المزرعة. كما نقول هنا بأن شخص ما كان يكتريني لأعمل معه في المزرعة. وي كوموندون جو ميطي لوي دون زون فارم. جي بيردو ما مير. جي بيردو ما مير. أنا فقدت. عندنا لو فيغ بيردر. بالأحرى عندنا لو بارتيسيب باسي دو فيغ بيردر. عندنا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل بيردر. معاش مصرف. مصرف مع لوكسيليار افواغ لي مصرف في البريزون. علاش غنحصلو؟ غنحصلو على لو باسي كومبوزي. على لو باسي كومبوزي ديال لو فيغ بيردر. جي بيردو. أنا فقدت ما مير أمي. إل يا دوزون. إل يا دوزون. كما نقول هنا هناك عامين. المقصود هنا منذ عامين. إل يا دوزون. أنا فقدت أمي منذ عامين. جو نو مو سوفيان بلو. جو نو مو سوفيان بلو دو مون بير. جو نو مو سوفيان بلو دو مون بير. لم أعد أتذكر أبي. جو نو مو سوفيان بلو دو مون بير. طبعا عندنا هنا لو فيرب سو سوفونيغ يعني فعل تذكر. جو نو سوفيان بلو دو مون بير. انا لم اعد. انا لم اعد. عندنا انا بلو ما عندناش با ما عندناش انا. انا لا اتذكر. عندنا هنا انا لم اعد اتذكر. المقصود بانني كنت اتذكر ولكنني مع الوقت لم اعد اتذكر. جو نو سوفيان بلو دو مون بير. انا لم اعد اتذكر ابي. Il est mort quand j'étais enfant. Il est mort quand j'étais enfant. هو توفي عندما كنت طفلا. هو توفي عندما كنت طفلا. اذا كما قلنا ميشيل ان جون غارسون دو مارساي veut voyager. Il se cache dans un bateau pendant la traversée. Un marin le découvre et le conduit dans la cabine du capitaine. Le matelot sortit. Le vieux de sa voix sèche s'adresse à Michel. Qui t'a aidé à monter à bord? Personne, répondit Michel, la voix tremblante. Appelle-moi commandant. Personne, commandant. Pourquoi es-tu à mon bord? Eh bien, réponds. Où comptes-tu aller? Au Maroc, commandant. Voyez-vous ça? Au Maroc? Regarde-moi dans les yeux. Bon, et toute la vérité, compris? Oui, commandant. Alors, pour commencer, pourquoi as-tu abandonné ta famille? J'en ai plus de famille, commandant. Plus du tout. En France? Non, commandant. Plus du tout. D'où viens-tu? Comment vivais-tu à terre? Tu travaillais? Oui, commandant. Je m'étais loué dans une ferme. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Je ne me souviens plus de mon père. Il est mort quand j'étais enfant. Il est mort quand j'étais enfant. نستكمل مع هذه القصة في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.